عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية عمرة عن عائشة، وأخرج مسلم أيضا من رواية عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأخرجاه أيضا من رواية عروة عن عائشة من قولها، وخرجاه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الترمذي من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وأن الرضاعة يحرم ما يحرمه النسب، ولنذكر المحرمات من النسب كلهن حتى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاع. فنقول: الولادة والنسب قد يؤثران التحريم في النكاح، وهو على قسمين: أحدهما تحريم مؤبد على الانفراد، وهو نوعان: أحدهما ما يحرم بمجرد النسب، فيحرم على الرجل أصوله وإن علون، وفروعه وإن سفلن، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون فروعهن، فيدخل في أصوله أمهاته وإن علون من جهة أبيه وأمه، وفي فروعه بناته وبنات أولاده وإن سفلن، وفي فروع أصله الأدنى أخواته من الأبوين أو من أحدهما، وبناتهن وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلن، ودخل في فروع أصوله البعيدة العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما وإن علون، فلم يبق من الأقارب حلالا للرجل سوى فروع أصوله البعيدة، وهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات. والنوع الثاني ما يحرم بالنسب مع سبب آخر، وهو المصاهرة، فيحرم على الرجل حلائل آبائه وحلائل أبنائه وأمهات نسائه وبنات نسائه المدخول بهن، فيحرم على الرجل أم امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب وإن علون، ويحرم عليه بنات امرأته وهن الربائب وبناتهن وإن سفلن، وكذلك بنات بني زوجته وهن بنات الربائب، نص عليه الشافعي وأحمد ولا يعلم فيه خلاف. ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا وامرأة ابنه وإن سفل، ودخول هؤلاء في التحريم بالنسب ظاهر، لأن تحريمهن من جهة نسب الرجل مع سبب المصاهرة. وأما أمهات نسائه وبناتهن فتحريمهن مع المصاهرة بسبب نسب المرأة، فلا يخرج التحريم بذلك عن أن يكون بالنسب مع انضمامه إلى سبب المصاهرة، فإن التحريم بالنسب المجرد والنسب المضاف إلى المصاهرة يشترك فيه الرجال والنساء، فيحرم على المرأة أن تتزوج أصولها وإن علوا، وفروعها وإن سفلوا، وفروع أصلها الأدنى وإن سفلوا من إخوتها وأولاد الإخوة وإن سفلوا، وفروع أصولها البعيدة وهم الأعمام والأخوال وإن علوا دون أبنائهم، فهذا كله بالنسب المجرد. وأما بالنسب المضاف إلى المصاهرة فيحرم عليها نكاح أبي زوجها وإن علا، ونكاح ابنه وإن سفل بمجرد العقد، ويحرم عليها زوج ابنتها وإن سفلت بالعقد، وزوج أمها وإن علت لكن بشرط الدخول بها. والقسم الثاني التحريم المؤبد على الاجتماع دون الانفراد، وتحريمه يختص الرجال لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين، فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى، فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح. قال الشعبي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون:
لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يصلح له أن يتزوجها، وهذا إذا كان التحريم لأجل النسب، وبذلك فسره سفيان الثوري وأكثر العلماء. فلو كان لغير النسب مثل أن يجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها فإنه يباح عند الأكثرين، وكرهه بعض السلف. فإذا علم ما يحرم من النسب فكل ما يحرم منه فإنه يحرم من الرضاع نظيره، فيحرم على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاعة وإن علون، وبناته من الرضاعة وإن سفلن، وأخواته من الرضاعة، وبنات أخواته من الرضاعة، وعماته وخالاته من الرضاعة وإن علون دون بناتهن. ومعنى هذا أن المرأة إذا أرضعت طفلا الرضاع المعتبر في المدة المعتبرة صارت أما له بنص كتاب الله، فتحرم عليه هي وأمهاتها وإن علون من نسب أو رضاع، وتصير بناتها كلهن أخوات له من الرضاع، فيحرمن عليه بنص القرآن. وبقية التحريم من الرضاعة استفيد من السنة، كما استفيد من السنة أن تحريم الجمع لا يختص بالأختين، بل المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كذلك. وإذا كان أولاد المرضعة من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع فيحرم عليه بنات إخوته أيضا. وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من تزويج ابنة حمزة وابنة أبي سلمة، وعلل بأن أبويهما كانا أخوين له من الرضاعة. ويحرم عليه أيضا أخوات المرضعة لأنهن خالاته، وينتشر التحريم أيضا إلى الفحل صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفل، فيصير صاحب اللبن أبا للطفل، وتصير أولاده كلهم من المرضعة أو من غيرها من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع، ويصير إخوته أعماما للطفل المرتضع. وهذا قول جمهور العلماء من السلف، وأجمع عليه الأئمة الأربعة ومن بعدهم. وقد دل على ذلك من السنة ما روت عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها بعد ما أنزل الحجاب، قالت عائشة: فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة، خرجاه في الصحيحين بمعناه. وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. ولو كان اللبن الذي ارتضع به الطفل قد ثاب للمرأة من غير وطء فحل بأن تكون امرأة لا زوج لها قد ثاب لها لبن أو هي بكر أو آيسة، فأكثر العلماء على أنه يحرم الرضاع به، وتصير المرضعة أما للطفل. وقد حكاه ابن المنذر إجماعا عمن يحفظ عنه من أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق وغيرهم. وذهب الإمام أحمد في المشهور المنصوص عنه إلى أنه لا ينتشر التحريم به بحال حتى يكون له فحل يدر اللبن من رضاعه، وحكي للشافعي قول مثله. ولو انقطع نسبه من جهة صاحب اللبن كولد الزنا فهل تنتشر الحرمة إلى الزاني صاحب اللبن؟ هذا ينبني على أن البنت من الزنا هل تحرم على الزاني؟ ومذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك في رواية عنه تحريمها عليه خلافا للشافعي، وبالغ الإمام أحمد في الإنكار على من خالف في ذلك، فعلى قولهم هل ينتشر التحريم إلى الزاني صاحب اللبن فيكون أبا للمرتضع أم لا؟ فيه قولان هما وجهان لأصحابنا، واختار ابن حامد أن التحريم لا ينتشر إليه، واختار أبو بكر والقاضي أبو يعلى أن التحريم ينتشر إلى الزاني، وهو نص أحمد وحكاه عن ابن عباس، وهو قول إسحاق بن راهوي نقله عنه حرب. وينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حرم بالنسب مع الصهر، أما من جهة نسب الرجل كامرأة أبيه وابنه، أو من جهة نسب الزوجة كأمها وابنتها،
وإلى ما حرم جمعه لأجل نسب المرأة أيضا، كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها أو خالتها، فيحرم ذلك كله من الرضاع كما يحرم من النسب، لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وتحريم هذا كله لنسب، فبعضه لنسب الزوج وبعضه لنسب الزوجة، وقد نص على ذلك أئمة السلف ولا يعلم بينهم فيه اختلاف، ونص عليه الإمام أحمد واستدل بعموم قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما قوله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فقالوا: لم يرد بذلك أنه لا يحرم حلائل الأبناء من الرضاع، إنما أراد إخراج حلائل الذين تبنوا ولم يكونوا أبناء من النسب، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة زيد بن حارثة بعد أن كان قد تبناه. وهذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه وينتشر إلى أولاده، ولا ينتشر تحريمه إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته، ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. فتباح المرضعة نفسها لأبي المرتضع من النسب ولأخيه، وتباح أم المرتضع من النسب وأخته منه لأبي المرتضع من الرضاع ولأخيه. هذا قول جمهور العلماء، وقالوا: يباح أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة وأخت ابنته من الرضاعة، حتى قال الشعبي: هي أحل من ماء قدس. وصرح بإباحتها حبيب بن أبي ثابت وأحمد. وروى أشعث عن الحسن أنه كره أن يتزوج الرجل بنت ظئر ابنه ويقول أخت ابنه، ولم يرى بأسا أن يتزوج أمها، يعني ظئر ابنه. وروى سليمان التيمي عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتزوج أخت أخيه من الرضاعة فلم يقل فيه شيئا، وهذا يقتضي توقفه فيه، ولعل الحسن إنما كان يكره ذلك تنزيها لا تحريما، لمشابهته للمحرم بالنسب في الاسم، وهذا بمجرده لا يوجب تحريما. وقد استثنى كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم مما يحرم من النسب صورتين، فقالوا: لا يحرم نظيرهما من الرضاع، إحداهما أم الأخت فتحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع، والثانية أخت الابن فتحرم من النسب دون الرضاع، ولا حاجة إلى استثناء هذين ولا أحدهما. أما أم الأخت فإنما تحرم من النسب لكونها أما أو زوجة أب، لا لمجرد كونها أم أخت، فلا يعلق التحريم بما لم يعلقه الله به، وحينئذ فيوجد في الرضاع من هي أم أخت ليست أما ولا زوجة أب، فلا تحرم لأنها ليست نظيرا لذات النسب. وأما أخت الابن فإن الله تعالى إنما حرم الربيبة المدخول بأمها، فتحرم لكونها ربيبة دخل بأمها لا لكونها أخت ابنه. والدخول في الرضاع منتف، فلا يحرم به أولاد المرضعة. ومما قد يدخل في عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لو ظاهر من امرأته فشبهها بمحرمة من الرضاع فقال لها أنت علي كأمي من الرضاع، فهل يثبت بذلك تحريم الظهار أم لا؟ فيه قولان: أحدهما أنه يثبت به تحريم الظهار، وهو قول الجمهور منهم مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن صالح وعثمان البتي، وهو المشهور عن أحمد. والثاني لا يثبت به التحريم، وهو قول الشافعي، وتوقف أحمد فيه في رواية ابن منصور.
عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر، وفي رواية لمسلم أن يزيد قال: كتب إلي عطاء فذكره. ولهذا قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئا، يعني أنه إنما يروي عنه كتابه. وقد رواه أيضا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن رجلا باع خمرا فقال: قاتله الله، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، وفي رواية: وأكلوا أثمانها. وخرج أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وخرجه ابن أبي شيبة ولفظه: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله يهودا، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر. وفي رواية لمسلم: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. وخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها. وخرج أيضا من حديث ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. قال: فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته ببيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه، كما جاء مصرحا به في الراوية المتقدمة: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما، وهو قسمان: أحدهما
ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه كالأصنام، فإن منفعتها المقصودة منها هو الشرك بالله، وهو أعظم المعاصي على الإطلاق، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال، وكذلك الصور المحرمة وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور، وكذلك شراء الجواري للغناء. وفي المسند عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات، يعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية، وأقسم ربي بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه في حظيرة القدس، ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن، وأثمانهن حرام، يعني المغنيات. وخرجه الترمذي ولفظه: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، في مثل ذلك أنزل الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية. وخرجه ابن ماجه أيضا، وفي إسناد الحديث مقال، وقد روي نحوه من حديث عمر وعلي بإسنادين فيهما ضعف أيضا. ومن يحرم الغناء كأحمد ومالك، فإنهما يقولان: إذا بيعت الأمة المغنية تباع على أنها ساذجة، ولا يؤخذ لغنائها ثمن، ولو كانت الجارية ليتيم، ونص على ذلك أحمد، ولا يمنع الغناء من أصل بيع العبد والأمة، لأن الانتفاع به في غير الغناء حاصل بالخدمة وغيرها، وهو من أعظم مقاصد الرقيق. نعم، لو علم أن المشتري لا يشتريه إلا للمنفعة المحرمة منه لم يجز بيعه له عند الإمام أحمد وغيره من العلماء، كما لا يجوز عندهم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا بيع الرياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشرب عليها الخمر، أو الغلام لمن يعلم منه الفاحشة. القسم الثاني: ما ينتفع به مع ائتلاف عينه، فإذا كان المقصود الأعظم منه محرما فإنه يحرم بيعه، كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة، مع أن في بعضها منافع غير محرمة كأكل الميتة للمضطر ودفع الغصة بالخمر وإطفاء الحريق به، والخرز بشعر الخنزير عند قوم، والانتفاع بشعره وجلده عند من يرى ذلك. ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة لم يعبأ بها، وحرم البيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلهما ومن الخمر شربها، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى لما قيل له: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام. وقد اختلف الناس في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم هو حرام، فقال الطائفة: أراد أن هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام، وحينئذ فيكون ذلك تأكيدا للمنع
من بيع الميتة، حيث لم يجعل شيئا من الانتفاع بها مباحا. وقال الطائفة: بل أراد أن بيعها حرام، وإن كان قد ينتفع بها بهذه الوجوه، لكن المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل، فلا يباح بيعها لذلك. وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة، فرخص فيه عطاء، وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق، إلا أن إسحاق قال: إذا احتيج إليه، وأما إذا وجد عنه مندوحة فلا. وقال أحمد: يجوز إذا لم يمسه بيده. وقال الطائفة: لا يجوز ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وحكاه ابن عبد البر إجماعا عن غير عطاء. وأما الأدهان الطاهرة إذا تنجست بما وقع فيها من النجاسات، ففي جواز الانتفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلاف مشهور في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وفيه روايتان عن أحمد. وأما بيعها فالأكثرون على أنه لا يجوز بيعها، وعن أحمد رواية: يجوز بيعها من كافر ويعلم بنجاستها، وهو مروي عن أبي موسى الأشعري، ومن أصحابنا من خرج جواز بيعها على جواز الاستصباح بها، وهو ضعيف مخالف لنص أحمد بالتفرقة. فإن شحوم الميتة لا يجوز بيعها، وإن قيل بجواز الانتفاع بها، ومنهم من خرجه على القول بطهارتها بالغسل، فيكون حينئذ كالثوب المتضمخ بنجاسة. وظاهر كلام أحمد منع بيعها مطلقا، لأنه علل بأن الدهن المتنجس فيه ميتته، والميتة لا يؤكل ثمنها. وأما بقية أجزاء الميتة فما حكم بطهارته منها جاز بيعه لجواز الانتفاع به، وهذا كالشعر والقرن عند من يقول بطهارتهما، وكذلك الجلد عند من يرى أنه طاهر بغير دباغ، كما حكي عن الزهري، وتبويب البخاري يدل عليه، واستدل بقوله: إنما حرم من الميتة أكلها. وأما الجمهور الذين يرون نجاسة الجلد قبل الدباغ، فأكثرهم منعوا من بيعه حينئذ، لأنه جزء من الميتة، وشذ بعضهم فأجاز بيعه كالثوب النجس، ولكن الثوب طاهر طرأت عليه النجاسة، وجلد الميتة جزء منها، وهو نجس العين. وقال سالم بن عبد الله بن عمر: هل بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها؟ وكرهه طاووس وعكرمة. وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يبيعوها فيأكلوا أثمانها. وأما إذا دبغت فمن قال بطهارتها بالدبغ أجاز بيعها، ومن لم يرى طهارتها بذلك لم يجز بيعها. ونص أحمد على منع بيع القمح إذا كان فيه بول الحمار حتى يغسل، ولعله أراد بيعه ممن لا يعلم بحاله، خشية أن يأكله ولا يعلم نجاسته. وأما الكلب فقد ثبت في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. وفيه عن معقل الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا إنما يعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير. وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديث ابن لهيعة، وقد تتبع ذلك، فوجد كما قاله أحمد رحمه الله.
وقد اختلف العلماء في بيع الكلب، فأكثرهم حرموه، منهم الأوزاعي ومالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وقال أبو هريرة: هو سحت. وقال ابن سيرين: هو أخبث الكسب. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير، وهؤلاء لهم مآخذ. أحدها أنه إنما نهي عن بيعها لنجاستها، وهؤلاء التزموا تحريم بيع كل نجس العين، وهذا قول الشافعي وابن جرير، ووافقهم جماعة من أصحابنا كابن عقيل في نظرياته وغيره، والتزموا أن البغل والحمار إنما نجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما، وهذا مخالف للإجماع. والثاني أن الكلب لم يبح الانتفاع به واقتناؤه مطلقا كالبغل والحمار، وإنما أبيح اقتناؤه لحاجات مخصوصة، وذلك لا يبيح بيعه كما لا تبيح الضرورة إلى الميتة والدم بيعهما، وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغيرهم. والثالث أنه إنما نهي عن بيعه لخسته ومهانته، فإنه لا قيمة له إلا عند ذوي الشح والمهانة، وهو متيسر الوجود، فنهي عن أخذ ثمنه ترغيبا في المواساة بما يفضل منه عن الحاجة، وهذا مأخذ الحسن البصري وغيره من السلف، وكذا قال بعض أصحابنا في النهي عن بيع السنور. ورخص طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد، وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن مالك، وقالوا إنما نهي عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها. وروى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، خرجه النسائي، وقال هو حديث منكر. وقال أيضا ليس بصحيح، وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر. وقال أحمد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في كلب الصيد. وأشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء، فظنه من البيع وإنما هو من الاقتناء. وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي. ومن قال إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ، لأن مسلما لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئا، وقد بين في كتاب التمييز أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية. فأما بيع الهر فقد اختلف العلماء في كراهته، فمنهم من كرهه، وروي ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد والأوزاعي وأحمد في رواية عنه، وقال هو أهون من جلود السباع، وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا. ورخص في بيع الهر ابن عباس وعطاء في رواية، والحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن أنه كره بيعها ورخص في شرائها للانتفاع بها. وهؤلاء منهم من لم يصحح النهي عن بيعها، قال أحمد ما أعلم فيه شيئا يثبت أو يصح، وقال أيضا الأحاديث فيه مضطربة. ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبري ونحوه، ومنهم من قال إنما نهى عن بيعها لأنه دناءة وقلة مروءة، لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية، فهي من مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها، فالشح بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة، فلذلك
زجر عن أخذ ثمنها. وأما بقية الحيوانات التي لا تؤكل فما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها لا يجوز بيعه، وما يذكر من نفع في بعضها فهو قليل، فلا يكون مبيحا للبيع، كما لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة لما ذكر له ما فيها من الانتفاع. ولهذا كان الصحيح أنه لا يباح بيع العلق لمص الدم ولا الديدان للاصطياد ونحو ذلك. وأما ما فيه نفع للاصطياد منها كالفهد والبازي والصقر فحكى أكثر الأصحاب في جواز بيعها روايتين عن أحمد، ومنهم من أجاز بيعها وذكر الإجماع عليه، وتأول رواية الكراهة كالقاضي أبا يعلى في المجرد، ومنهم من قال لا يجوز بيع الفهد والنسر، وحكى فيه وجها آخر بالجواز، وأجاز بيع البزاة والصقور، ولم يحك فيه خلافا، وهو قول ابن أبي موسى، وأجاز بيع الصقر والبازي والعقاب ونحوه أكثر العلماء، منهم الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، والمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات عنه جواز بيعها، وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن معلمة، قال الخلال العمل على ما رواه الجماعة أنه يجوز بيعها بكل حال. وجعل بعض أصحابنا الفيل حكمه حكم الفهد ونحوه، وفيه نظر، والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل أنه لا يحل بيعه ولا شراؤه، وجعله كالسبع. وحكي عن الحسن أنه قال لا يركب ظهره، وقال هو مسخ، وهذا كله يدل على أنه لا منفعة فيه. ولا يجوز بيع الدب، قاله القاضي في المجرد، وقال ابن أبي موسى لا يجوز بيع القرد، قال ابن عبد البر لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. وقال القاضي في المجرد إن كان ينتفع به في موضع لحفظ المتاع فهو كالصقر والبازي، وإلا فهو كالأسد لا يجوز بيعه، والصحيح المنع مطلقا، وهذه المنفعة يسيرة وليست هي المقصودة منه، فلا تبيح البيع كمنافع الميتة. ومما نهي عن بيعه جيف الكفار إذا قتلوا، خرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين فأعطوا بجيفته مالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا إليهم جيفته فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية، فلم يقبل منهم شيئا. وخرجه الترمذي، ولفظه إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم. وخرجه وكيع في كتابه من وجه آخر عن عكرمة مرسلا، ثم قال وكيع الجيفة لا تباع. وقال حرب قلت لإسحاق ما تقول في بيع جيف المشركين من المشركين؟ قال لا. وروى أبو عمرو الشيباني أن عليا أتي بالمستورد العجلي وقد تنصر فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله، فطلبت النصارى جيفته بثلاثين ألفا فأبى علي فأحرقه.
عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري. وخرجه مسلم، ولفظه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل. فقال: كل مسكر حرام. وفي رواية لمسلم فقال: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. وفي رواية له قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. هذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات المغطية للعقل، وقد ذكر الله في كتابه العلة المقتضية لتحريم المسكرات، وكان أول ما حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاة لما صلى بعض المهاجرين وقرأ في صلاته فخلط في قراءته، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: لا يقرب الصلاة سكران، ثم إن الله حرمها على الإطلاق بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فذكر سبحانه علة تحريم الخمر والميسر، وهو القمار، وهو أن الشيطان يوقع بهما العداوة والبغضاء، فإن من سكر اختل عقله، فربما تسلط على أذى الناس في أنفسهم وأموالهم، وربما بلغ إلى القتل، وهي أم الخبائث، فمن شربها قتل النفس وزنى، وربما كفر، وقد روي هذا المعنى عن عثمان وغيره، وروي مرفوعا أيضا. ومن قامر فربما قهر وأخذ ماله منه قهرا، فلم يبق له شيء، فيشتد حقده على من أخذ ماله، وكل ما أدى إلى إيقاع العداوة والبغضاء كان محرما. وأخبر سبحانه أن الشيطان يصد بالخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة، فإن السكران يزول عقله أو يختل، فلا يستطيع أن يذكر الله ولا أن يصلي. ولهذا قال طائفة من السلف: إن شارب الخمر تمر عليه ساعة لا يعرف فيها ربه، والله سبحانه إنما خلق الخلق ليعرفوه ويذكروه ويعبدوه ويطيعوه، فما أدى إلى الامتناع من ذلك وحال بين العبد وبين معرفة ربه وذكره ومناجاته كان محرما، وهو السكر. وهذا بخلاف النوم، فإن الله تعالى جبل العباد عليه واضطرهم إليه، ولا قوام لأبدانهم إلا به، إذ هو راحة لهم من السعي والنصب. فهو من أعظم نعم الله على عباده،
فإذا نام المؤمن بقدر حاجة ثم استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته ودعائه كان نومه عونا له على الصلاة والذكر. ولهذا قال من قال من الصحابة: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وكذلك الميسر يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فإن صاحبه يعكف بقلبه عليه ويشتغل به عن جميع مصالحه ومهماته حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه فيه. ولهذا قال علي لما مر على قوم يلعبون بالشطرنج: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فشبههم بالعاكفين على التماثيل. وجاء في الحديث: إن مدمن الخمر كعابد وثن، فإنه يتعلق قلبه بها فلا يكاد يمكنه أن يدعها كما لا يدع عابد الوثن عبادته. وهذا كله مضاد لما خلق الله العباد لأجله من تفريغ قلوبهم لمعرفته ومحبته وخشيته وذكره ومناجاته ودعائه والابتهال إليه، فما حال بين العبد وبين ذلك، ولم يكن بالعبد إليه ضرورة بل كان ضررا محضا عليه كان محرما. وقد روي عن علي أنه قال لمن رآهم يلعبون بالشطرنج: ما لهذا خلقتم؟ ومن هنا يعلم أن الميسر محرم سواء كان بعوض أو بغير عوض، وإن الشطرنج كالنرد أو شر منه، لأنها تشغل أصحابها عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وكل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. وقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجا في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. ولفظ مسلم: وكل مسكر حرام. وخرجا أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وفي رواية لمسلم: كل شراب مسكر حرام. وقد صحح هذا الحديث أحمد ويحيى ابن معين واحتجا به، ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم بالحديث على صحته، وأنه أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر. وأما ما نقله بعض فقهاء الحنفية عن ابن معين من طعنه فيه فلا يثبت ذلك عنه، وقد خرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. وإلى هذا القول ذهب جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار، وهو مذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وغيرهم، وهو مما اجتمع على القول به أهل المدينة كلهم. وخالف فيه طوائف من علماء أهل الكوفة وقالوا: إن الخمر إنما هي خمر العنب خاصة، وما عداها فإنما يحرم منه القدر الذي يسكر ولا يحرم ما دونه. وما زال علماء الأمصار ينكرون ذلك عليهم، وإن كانوا في ذلك مجتهدين مغفورا لهم. وفيهم خلق من أئمة العلم والدين. قال ابن المبارك: ما وجدت في النبيذ رخصة عن أحد صحيح إلا عن إبراهيم، يعني النخعي. وكذلك أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيء يصح، وقد صنف كتاب الأشربة ولم يذكر فيه شيئا من الرخصة، وصنف كتابا في المسح على الخفين وذكر فيه عن بعض السلف إنكاره، فقيل له: كيف لم تجعل في كتاب الأشربة الرخصة
كما جعلت في المسح. فقال: ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح. ومما يدل على أن كل مسكر خمر أن تحريم الخمر إنما نزل بالمدينة بسبب سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشربة، ولم يكن بها خمر العنب. فلو لم تكن آية تحريم الخمر شاملة لما عندهم لما كان فيها بيان لما سألوا عنه، ولكان محل السبب خارجا من عموم الكلام وهو ممتنع. ولما نزل تحريم الخمر أراقوا ما عندهم من الأشربة، فدل على أنهم فهموا أنه من الخمر المأمور باجتنابه. وفي صحيح البخاري عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا. وعامة خمرنا البسر والتمر. وعنه أنه قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر. وفي الصحيحين عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. وفي صحيح مسلم عنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما منها شراب العنب. وفي الصحيحين عن الشعبي عن ابن عمر قال: قام عمر على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمس: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل، وخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الترمذي أن قول من قال عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر أصح، وكذا قال ابن المديني. وروى أبو إسحاق عن أبي بردة قال: قال عمر: ما خمرته فعتقته فهو خمر، وأنا كانت لنا الخمر خمر العنب. وفي مسند الإمام أحمد عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفة، وقال: كل مسكر حرام. قلت له: صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا. قال: المسكر قليله وكثيره حرام. وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرت من ذلك فهو الخمر. خرجه أحمد عن عبد الله بن إدريس: سمعت المختار بن فلفل يقول فذكره، وهذا إسناد على شرط مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. وهذا صريح في أن نبيذ التمر خمر، وجاء التصريح بالنهي عن قليل ما أسكر كثيره كما خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وحسنه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وخرج أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. وفي رواية: الحسوة منه حرام. وقد احتج به أحمد وذهب إليه، وسئل عمن قال إنه لا يصح فقال:
هذا رجل مغل، يعني أنه قد غلا في مقالته. وقد خرج النسائي هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة يطول ذكرها. وروى ابن عجلان عن عمرو بن شعيب: حدثني أبو وهب الجيشاني عن وفد أهل اليمن أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشربة تكون باليمن، قال: فسموا له البتع من العسل والمزر من الشعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسكرون منها؟ قالوا: إن أكثرنا سكرنا. قال: فحرام قليل ما أسكر كثيره. خرجه القاضي إسماعيل. وقد كانت الصحابة تحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، على تحريم جميع أنواع المسكرات ما كان موجودا منها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث بعده، كما سئل ابن عباس عن الباذق فقال: سبق محمد الباذق فما أسكر فهو حرام. خرجه البخاري. يشير إلى أنه إن كان مسكرا فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة. واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان: أحدهما ما كان فيه لذة وطرب، فهذا هو الخمر المحرم شربه. وفي المسند عن طلق الحنفي أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: يا رسول الله، ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من سائل عن المسكر؟ فلا تشربه ولا تسقه أخاك المسلم، فوالذي نفسي بيده، أو بالذي يحلف به، لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكره فيسقيه الله الخمر يوم القيامة. قال طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر جامدا أو مائعا، وسواء كان مطعوما أو مشروبا، وسواء كان من حب أو تمر أو لبن أو غير ذلك، وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق القنب وغيرها مما يؤكل لأجل لذته وسكره. وفي سنن أبي داود من حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. والمفتر هو المخدر للجسد وإن لم ينتهي إلى حد الإسكار. والثاني ما يزيل العقل ويسكر ولا لذة فيه ولا طرب، كالبنجي ونحوه. فقال أصحابنا: إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب منه السلامة جاز. وقد روي عن عروة بن الزبير أنه لما وقعت الأكلة في رجله وأرادوا قطعها قال له الأطباء: نسقيك دواء حتى يغيب عقلك ولا تحس بألم القطع. فأبى وقال: ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا يزول منه عقله حتى لا يعرف ربه. وروي عنه أنه قال: لا أشرب شيئا يحول بيني وبين ذكر ربي عز وجل. وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي، فقال أكثر أصحابنا كالقاضي وابن عقيل وصاحب المغني إنه محرم، لأنه تسبب إلى إزالة العقل لغير حاجة فحرم كشرب المسكر. وروى حنش الرحبي وفيه ضعف عن أكرمة عن ابن عباس مرفوعا: من شرب شرابا يذهب بعقله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وقالت طائفة منهم ابن عقيل في فنونه: لا يحرم ذلك لأنه لا لذة فيه، والخمر إنما حرمت لما فيها من الشدة المطربة، ولا إطراب في البنج ونحوه ولا شدة. فعلى قول الأكثرين لو تناول ذلك لغير حاجة وسكر به فطلق، فحكم طلاقه حكم طلاق السكران،
قاله أكثر أصحابنا كابن حامد والقاضي وأصحاب الشافعي، وقالت الحنفية لا يقع طلاقه، وعللوا بأنه ليس فيه لذة، وهذا يدل على أنهم لم يحرموه. وقالت الشافعية هو محرم، وفي وقوع الطلاق معه وجهان، وظاهر كلام أحمد أنه لا يقع طلاقه بخلاف السكران. وتأوله القاضي وقال إنما قال ذلك إلزاما للحنفية لا اعتقادا له، وتياق كلامه محتمل لذلك. وأما الحد فإنما يجب بتناول ما فيه شدة وطرب من المسكرات، لأنه هو الذي تدعو النفوس إليه، فجعل الحد زاجرا عنه. فأما ما فيه سكر بغير طرب ولا لذة فليس فيه سوى التعزير، لأنه ليس في النفوس داع إليه حتى يحتاج إلى حد مقدر زاجر عنه، فهو كأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الدم. وأكثر العلماء الذين يرون تحريم قليل ما أسكر كثيره يرون حد من شرب ما يسكر كثيره، وإن اعتقد حله متأولا، وهو قول الشافعي وأحمد خلافا لأبي ثور، فإنه قال لا يحد لتأوله، فهو كالناكح بلا ولي. وفي حد الناكح بلا ولي خلاف أيضا، لكن الصحيح أنه لا يحد. وقد فرق من فرق بينه وبين شرب النبيذ متأولا بأن شرب النبيذ المختلف فيه داع إلى شرب الخمر المجمع على تحريمه بخلاف الناكح بغير ولي، فإنه مغن عن الزنا المجمع على تحريمه وموجب للاستعفاف عنه. والمنصوص عن أحمد أنه إنما حد شارب النبيذ متأولا لأن تأويله ضعيف لا يدرأ عنه الحد به، فإنه قال في رواية الأثرم يحد من شرب النبيذ متأولا، ولو رفع إلى الإمام من طلق البتة ثم راجعها متأولا أن طلاق البتة واحدة، والإمام يرى أنها ثلاث لا يفرق بينهما، وقال هذا غير ذاك، أمره بين في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونزل تحريم الخمر وشرابهم الفضيخ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فهذا بين، وطلاق البتة إنما هو شيء اختلف الناس فيه.
عن المقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث يحيى بن جابر الطائي عن المقدام، وخرجه النسائي من هذا الوجه ومن وجه آخر من رواية صالح بن يحيى بن المقدام عن جده، وخرجه ابن ماجه من وجه آخر عنه وله طرق أخرى. وقد روي هذا الحديث مع ذكر سببه، فروى أبو القاسم البغوي في معجمه من حديث عبد الرحمن بن المرقع قال: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهي مخضرة من الفواكه، فواقع الناس الفاكهة فمغثتهم الحمى، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحمى رائد الموت وسجن الله في الأرض، وهي قطعة من النار، فإذا أخذتكم فبردوا الماء في الشنان فصبوها عليكم بين الصلاتين، يعني المغرب والعشاء. قال: ففعلوا ذلك فذهبت عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرا من بطن، فإن كان لا بد فاجعلوا ثلثا للطعام، وثلثا للشراب، وثلثا للريح. وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة. وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم، كما قال بعضهم أصل كل داء البردة، وروي مرفوعا ولا يصح رفعه. وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء، والبطنة رأس الداء، ورفعه بعضهم ولا يصح أيضا. وقال الحارث أيضا: الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. وقال غيره: لو قيل لأهل القبور: ما كان سبب آجالكم؟ قالوا: التخم. فهذا بعض منافع تقليل الغذاء وترك التملي من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته. وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه، فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. قال الحسن: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك، واشرب في ثلث، ودع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر. وقال المروذي: جعل أبو عبد الله يعني أحمد يعظم أمر الجوع والفقر، فقلت له: يؤجر الرجل في ترك الشهوات. فقال: وكيف لا يؤجر وابن عمر يقول: ما شبعت منذ 4 أشهر. قلت لأبي عبد الله: يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال: ما أرى. وروى المروذي عن أبي عبد الله
قول ابن عمر هذا من وجوه. فروى بإسناده عن ابن سيرين قال: قال رجل لابن عمر: ألا أجيئك بجوارش؟ قال: وأي شيء هو؟ قال: شيء يهضم الطعام إذا أكلته. قال: ما شبعت منذ 4 أشهر، وليس ذاك أني لا أقدر عليه، ولكن أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. وبإسناده عن نافع قال: جاء رجل بجوارش إلى ابن عمر فقال: ما هذا؟ قال: جوارش، شيء يهضم به الطعام. قال: ما أصنع به؟ إني ليأتي علي الشهر ما أشبع فيه من الطعام. وبإسناده عن رجل قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رقت مضغتك وكبر سنك، وجلساؤك لا يعرفون لك حقك ولا شرفك، فلو أمرت أهلك أن يجعلوا لك شيئا يلطفونك إذا رجعت إليهم. قال: ويحك، والله ما شبعت منذ 11 سنة، ولا 12 سنة، ولا 13 سنة، ولا 14 سنة مرة واحدة، فكيف بي وإنما بقي مني كظمئ الحمار. وبإسناده عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان يدع كثيرا من الشبع مخافة الأشر. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: ما شبعت منذ أسلمت. وروى بإسناده عن محمد بن واسع قال: من قل طعمه فهم وأفهم وصفى ورقى، وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد. وعن أبي عبيدة الخواص قال: حتفك في شبعك وحظك في جوعك، إذا أنت شبعت ثقلت فنمت استمكن منك العدو فجثم عليك، وإذا أنت تجوعت كنت للعدو بمرصد. وعن عمرو بن قيس قال: إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب. وعن سلمة بن سعيد قال: إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله. وعن بعض العلماء قال: إذا كنت بطينا فاعدد نفسك زمنا حتى تخمص. وعن ابن الأعرابي قال: كانت العرب تقول: ما بات رجل بطينا فتم عزمه. وعن أبي سليمان الداراني قال: إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فلا تأكل حتى تقضيها، فإن الأكل يغير العقل. وعن مالك بن دينار قال: ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه، وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه. قال: وحدثني الحسن بن عبد الرحمن قال: قال الحسن أو غيره: كانت بلية أبيكم آدم عليه السلام أكلة، وهي بليتكم إلى يوم القيامة. قال: وكان يقال: من ملك بطنه ملك الأعمال الصالحة كلها. وكان يقال: لا تسكن الحكمة معدة ملأى. وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان يقال: قلة الطعم عون على التسرع إلى الخيرات. وعن قسم العابد قال: كان يقال: ما قل طعم امرئ قط إلا رق قلبه ونديت عيناه. وعن عبد الله بن مرزوق قال: لم نر للأشر مثل دوام الجوع. فقال له أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: وما دوامه عندك؟ قال: دوامه أن لا تشبع أبدا. قال: وكيف يقدر من كان في الدنيا على هذا؟ قال:
ما أيسر ذلك يا أبا عبد الرحمن على أهل ولايته ومن وفقه لطاعته لا يأكل إلا دون الشبع هو دوام الجوع. ويشبه هذا قول الحسن لما عرض الطعام على بعض أصحابه فقال له: أكلت حتى لا أستطيع أن آكل. فقال الحسن: سبحان الله، ويأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ وروى أيضا بإسناده عن أبي عمران الجوني قال: كان يقال: من أحب أن ينور له قلبه فليقل طعمه. وعن عثمان بن زائدة قال: كتب إلي سفيان الثوري: إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل. وعن ابن السماك قال: خلى رجل بأخيه فقال: أي أخي، نحن أهون على الله من أن يجيعنا، إنما يجيع أولياءه. وعن عبد الله بن الفرج قال: قلت لأبي سعيد التميمي: الخائف يشبع؟ قال: لا. قلت: المشتاق يشبع؟ قال: لا. وعن رياح القيسي أنه قرب إليه طعام فأكل منه فقيل له: ازدد فما أراك شبعت. فصاح صيحة وقال: كيف أشبع أيام الدنيا وشجرة الزقوم طعام الأثيم بين يدي؟ فرفع الرجل الطعام بين يديه وقال: أنت في شيء ونحن في شيء. قال المروذي: قال لي رجل: كيف ذاك المتنعم؟ يعني أحمد. قلت له: وكيف هو متنعم؟ قال: أليس يجد خبزا يأكل، وله امرأة يسكن إليها ويطأها؟ فذكرت ذلك لأبي عبد الله فقال: صدق. وجعل يسترجع وقال: إنا لنشبع. وقال بشر بن الحارث: ما شبعت منذ 50 سنة. وقال: ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال، لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام، فكيف من هذه الأقدار؟ وعن إبراهيم بن أدهم قال: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. وإن معصية الله بعيدة من الجائع، قريبة من الشبعان، والشبع يميت القلب، ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. وقال ثابت البناني: بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى ابن زكريا عليهما السلام، فرأى عليه معاليق من كل شيء، فقال له يحيى: يا إبليس، ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ قال: هذه الشهوات التي أصيب من بني آدم. قال: فهل لي فيها شيء؟ قال: ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر. قال: فهل غير هذا؟ قال: لا. قال: لله علي أن لا أملأ بطني من طعام أبدا. قال: فقال إبليس: ولله علي أن لا أنصح مسلما أبدا. وقال أبو سليمان الداراني: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت ورويت عمي القلب. وقال مفتاح الدنيا الشبع، ومفتاح الآخرة الجوع، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل. وإن الله ليعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإن الجوع عنده في خزائن مدخرة، فلا يعطي إلا من أحب خاصة. ولئن أدع من عشائي لقمة أحب إلي من أن آكلها ثم أقوم من أول الليل إلى آخره. وقال الحسن بن يحيى الخشني:
من أراد أن تغزر دموعه ويرق قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه. قال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت بهذا أبا سليمان فقال: إنما جاء الحديث ثلث طعام وثلث شراب. وأرى هؤلاء قد حاسبوا أنفسهم فربحوا سدسا. وقال محمد بن النضر الحارثي: الجوع يبعث على البر كما تبعث البطنة على الأشر. وعن الشافعي قال: ما شبعت منذ 16 سنة إلا شبعة اطرحتها، لأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقلل من الأكل في حديث المقدام، وقال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. والمراد أن المؤمن يأكل بأدب الشرع، فيأكل في معي واحد، والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشره والنهم، فيأكل في 7 أمعاء. وندب صلى الله عليه وسلم مع التقلل من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه، فقال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي 3، وطعام 3 يكفي 4. فأحسن ما أكل المؤمن في ثلث بطنه، وشرب في ثلث، وترك للنفس ثلثا، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام، فإن كثرة الشرب تجلب النوم وتفسد الطعام. قال سفيان: كل ما شئت ولا تشرب، فإذا لم تشرب لم يجئك النوم. وقال بعض السلف: كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل، فإذا كان عند فطرهم قام عليهم قائم فقال: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا ويتقللون من أكل الشهوات، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام، إلا أن الله لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها. ولهذا كان ابن عمر يتشبه بهم في ذلك مع قدرته على الطعام، وكذلك كان أبوه من قبله. ففي الصحيحين عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر 3 ليال تباعا حتى قبض. ولمسلم قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير 2 يوم متتابعين حتى قبض. وخرج البخاري عن أبي هريرة قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى قبض. وعنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وفي صحيح مسلم عن عمر أنه خطب فذكر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد،
ولقد أتت علي ثلاث من بين يوم وليلة، وما لي طعام إلا ما واراه إبط بلال. وخرج ابن ماجه بإسناده عن سليمان بن سرد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا ثلاث ليال لا نقدر أو لا يقدر على طعام. وبإسناده عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام سخن فأكل، فلما فرغ قال: الحمد لله، ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. وقد ذم الله ورسوله من اتبع الشهوات، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمينا فجعل يومئ بيده إلى بطنه ويقول: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. وفي المسند عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وفي مسند البزار وغيره عن فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وخرجه ابن ماجه من حديث سلمان أيضا بنحوه، وخرجه الحاكم من حديث أبي جحيفة، وفي أسانيدها كلها مقال. وروى يحيى ابن مندة في كتاب مناقب الإمام أحمد بإسناد له عن الإمام أحمد أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث للطعام، وثلث للشرم، وثلث للشراب، وثلث للنفس، فقال: ثلث للطعام هو القوت، وثلث للشراب هو القوى، وثلث للنفس هو الروح، والله أعلم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وخرجاه في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي رواية له أيضا: من علامات المنافق ثلاثة. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى. وهذا الحديث قد حمله طائفة ممن يميل إلى الإرجاء على المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه، وأتمنهم على سره فخانوه، ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه. وقد روى محمد المحرم هذا التأويل عن عطاء، وأنه قال: حدثني به جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الحسن رجع إلى قول عطاء هذا لما بلغه عنه، وهذا كذب. والمحرم هذا شيخ كذاب معروف بالكذب. وقد روي عن عطاء من وجهين آخرين ضعيفين، أنه أنكر على الحسن قوله: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وقال: قد حدث إخوة يوسف فكذبوا، ووعدوا فأخلفوا، وأؤتمنوا فخانوا، ولم يكونوا منافقين. وهذا لا يصح عن عطاء، والحسن لم يقل هذا من عنده، وإنما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم لا شك في ثبوته وصحته، والذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه، وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: أحدهما النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. والثاني النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث، وهي خمسة: أحدها أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. قال الحسن: كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج، وكان يقال أس النفاق الذي بني عليه النفاق الكذب. الثاني إذا وعد أخلف
وهو على نوعين، أحدهما أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده، وهذا أشر الخلف، ولو قال افعل كذا إن شاء الله تعالى ومن نيته أن لا يفعل كان كذبا وخلفا قاله الأوزاعي. الثاني أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. وخرج أبو داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل ونوى أن يفي به فلم يفي فلا جناح عليه. وقال الترمذي ليس إسناده بالقوي. وخرجه الإسماعيلي وغيره من حديث سلمان أن عليا لقي أبا بكر وعمر فقال ما لي أراكما ثقيلين، قالا حديث سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر خلال المنافق إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، فأينا ينجو من هذه الخصال؟ فدخل علي على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال قد حدثتهما ولم أضعه على الموضع الذي تضعونه، ولكن المنافق إذا حدث وهو يحدث نفسه أن يكذب، وإذا وعد وهو يحدث نفسه أن يخلف، وإذا أؤتمن وهو يحدث نفسه أن يخون. وقال أبو حاتم الرازي في هذا الحديث من رواية سلمان وزيد بن أرقم الحديثان مضطربان وفي الإسنادين مجهولان. وقال الدارقطني الحديث غير ثبت والله أعلم. وخرج الطبراني والإسماعيلي من حديث علي مرفوع العدة دين ويل لمن وعد ثم أخلف، قالها ثلاثا وفي إسناده جهالة. ويروى من حديث ابن مسعود قال لا يعد أحدكم صبية ثم لا ينجز له، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العدة عطية، وفي إسناده نظر، وأوله صحيح عن ابن مسعود من قوله. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العدة هبة. وفي سنن أبي داود عن مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي، فخرجت لألعب، فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ قلت أردت أن أعطيه تمرا، فقال أما إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة. وفي إسناده من لا يعرف. وذكر الزهري عن أبي هريرة قال من قال لصبي تعال هاك تمرا ثم لا يعطيه شيئا فهي كذبة. وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعد، فمنهم من أوجبه مطلقا. وذكر البخاري في صحيحه أن ابن أشوع قضى بالوعد، وهو قول طائفة من أهل الظاهر وغيرهم، منهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى تغريما للموعود، وهو المحكي عن مالك، وكثير من الفقهاء لا يجيبونه مطلقا. والثالث إذا خاصم فجر، ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا، وهذا مما يدعو إليه الكذب، كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وفي رواية له أيضا: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. الرابع: إذا عاهد غدر ولم يف بالعهد، وقد أمر الله بالوفاء بالعهد، فقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وفي رواية: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان؟ وخرجاه أيضا من حديث أنس بمعناه. وخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهد كافرا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. خرجه البخاري. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما. ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يفي له. ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها، وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه. الخامس: الخيانة في الأمانة. فإذا أؤتمن الرجل أمانة فالواجب عليه أن يؤديها، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وقال في خطبته في حجة الوداع: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق. وفي حديث ابن مسعود من قوله وروي مرفوعا: القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أدي أمانتك، فيقول: أنى يا ربي وقد ذهبت الدنيا، فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية، فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها، فيجدها هناك كهيئتها، فيحملها، فيضعها على عنقه، فيصعد بها في نار جهنم، حتى إذا رأى أنه قد خرج منها زلت فهوت، وهو في إثرها أبد الآبدين. قال: والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع. وقد روي عن محمد بن كعب القرظي أنه استنبط ما في هذا الحديث، أعني حديث آية المنافق 3، من القرآن، فقال: مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إلى قوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، إلى قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إلى قوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. وروي عن ابن مسعود نحو هذا الكلام، ثم تلا قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية. قاله الحسن، وقال الحسن أيضا: من النفاق اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. وقال طائفة من السلف: خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقد روي معنى ذلك عن عمر، وروي عنه أنه قال على المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور، أو قال المنكر. وسئل حذيفة عن المنافق فقال: الذي يصف الإيمان ولا يعمل به. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قيل له: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعد هذا نفاقا. وفي المسند عن حذيفة قال: إنكم لتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. وفي رواية قال: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم في المجلس 10 مرار. قال بلال بن سعد: المنافق يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر. ومن هنا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم،
وكان عمر يسأل حذيفة عن نفسه، وسئل أبو رجاء العطاردي: هل أدركت ما أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق؟ فقال: نعم، إني أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا، نعم شديدا، نعم شديدا. وقال البخاري في صحيحه: وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ويذكر عن الحسن قال: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. انتهى. وروي عن الحسن أنه حلف: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته، فلما سلم قال له: ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال: اللهم غفرا ثلاثا لا تأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه، والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا. قال سفيان الثوري: خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث. فذكر منها قال: نحن نقول النفاق، وهم يقولون لا نفاق. وقال الأوزاعي: قد خاف عمر النفاق على نفسه، قيل له: إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حتى سأل حذيفة، ولكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت. قال: هذا قول أهل البدع، يشير إلى أن عمر كان يخاف النفاق على نفسه في الحال، والظاهر أنه أراد أن عمر كان يخاف على نفسه في الحال من النفاق الأصغر، والنفاق الأصغر وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر. فكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا. وسئل الإمام أحمد: ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق؟ وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أوصاف النفاق العملي منافقا، وروي نحوه عن حذيفة. وقال الشعبي: من كذب فهو منافق. وحكى محمد بن نصر المروزي هذا القول عن فرقة من أهل الحديث، وقد سبق في أوائل الكتاب ذكر الاختلاف عن الإمام أحمد وغيره في مرتكب الكبائر، هل يسمى كافرا كفرا لا ينقل عن الملة أم لا؟ واسم الكفر أعظم من اسم النفاق، ولعل هذا هو الذي أنكره عطاء عن الحسن إن صح ذلك عنه. ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير، وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء فيتم له ذلك، ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه، ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهره، وتوصل به إلى غرضه السيء الذي أبطنه. وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود، فحكى عن المنافقين أنهم اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وأنزل في اليهود: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. وهذه الآية نزلت في اليهود سألهم النبي صلى الله عليه وسلم
عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم وما سئلوا عنه. قال ذلك ابن عباس، وحديثه مخرج في الصحيحين، وفيهما أيضا عن أبي سعيد أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلافه، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار. وقد وصف الله المنافقين بالمخادعة، وأحسن أبو العتاهية في قوله: ليس دنيا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، إنما المكر والخديعة في النار هما من خصال أهل النفاق. ولما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية، خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاقا. كما في صحيح مسلم عن حنظلة الأسيدي أنه مر بأبي بكر وهو يبكي فقال: ما لك؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لكذلك. فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. وذكر له مثل ما قال لأبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وفي مسند البزار عن أنس قال: قالوا يا رسول الله إنا نكون عندك على حال، فإذا فارقناك كنا على غيره. قال: كيف أنتم وربكم؟ قالوا: الله ربنا في السر والعلانية. قال: ليس ذاكم النفاق. وروي من وجه آخر عن أنس قال: غدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هلكنا. قال: وما ذاك؟ قالوا: النفاق النفاق. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: فليس ذلك بالنفاق. ثم ذكر معنى حديث حنظلة:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث خرجه هؤلاء كلهم من رواية عبد الله بن هبيرة سمع أبا تميم الجيشاني سمع عمر بن الخطاب يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو تميم وعبد الله بن هبيرة خرج لهما مسلم ووثقهما غير واحد. وأبو تميم ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى المدينة في زمن عمر رضي الله عنه. وقد روي هذا الحديث من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في إسناده من لا يعرف حاله، قاله أبو حاتم الرازي. وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أبي ذر وقال له: لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، يعني لو أنهم حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم ودنياهم. وقد سبق الكلام على هذا المعنى في شرح حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك. قال بعض السلف: بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه، فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره فكفاه منه ما أهمه، ثم قرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. وقال وهب بن منبه: الغاية القصوى التوكل. قال الحسن: إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته. وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك. وأنه كان يقول: اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال سهل التستري: من طعن في الحركة، يعني في السعي والكسب، فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل
فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. ثم إن الأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام: أحدها الطاعات التي أمر الله عباده بها وجعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة، فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا. قال يوسف بن أصباط: كان يقال اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. والثاني ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه، كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستظلال من الحر والتدفؤ من البرد ونحو ذلك، فهذا أيضا واجب على المرء تعاطي أسبابه، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة. لكن الله سبحانه قد يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غيره، فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول لهم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي رواية: إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. والأظهر أنه أراد بذلك أن الله يقويه ويغذيه بما يورده على قلبه من الفتوح القدسية والمنح الإلهية والمعارف الربانية التي تغنيه عن الطعام والشراب برهة من الدهر. كما قال القائل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به وقت المسير وفي أعقابها حادي، إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم ولا يتضررون بذلك، وكان ابن الزبير يواصل 8 أيام، وكان أبو الجوزاء يواصل في صومه بين 7 أيام ثم يقبض على ذراع الشاب فيكاد يحطمها، وكان إبراهيم التيمي يمكث 2 شهر لا يأكل شيئا غير أنه يشرب شربة حلوى، وكان حجاج بن فرافصة يبقى أكثر من 10 أيام لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، وكان بعضهم لا يبالي بالحر ولا بالبرد، كما كان علي رضي الله عنه يلبس لباس الصيف في الشتاء ولباس الشتاء في الصيف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يذهب الله عنه الحر والبرد. فمن كان له قوة على مثل هذه الأمور فعمل بمقتضى قوته ولم يضعفه عن طاعة الله فلا حرج عليه، ومن كلف نفسه ذلك حتى أضعفها عن بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك. وكان السلف ينكرون على عبد الرحمن بن أبي نعم
حيث كان يترك الأكل مدة حتى يعاد من ضعفه. القسم الثالث: ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب، وقد يخرق العادة في ذلك لمن يشاء من عباده، وهو أنواع، منها ما يخرقه كثيرا ويغني عنه كثيرا من خلقه كالأدوية بالنسبة إلى كثير من البلدان وسكان البوادي ونحوها. وقد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه لمن حقق التوكل على الله، وفيه قولان مشهوران، وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، ثم قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ومن رجح التداوي قال: إنه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه، وهو لا يفعل إلا الأفضل. وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها الشرك، بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه. ومنها ما يخرقه لقليل من العامة كحصول الرزق لمن ترك السعي في طلبه، فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل وعلم من الله أنه يخرق له العوائد ولا يوحجه إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق ونحوه، جاز له ترك الأسباب ولم ينكر عليه ذلك. وحديث عمر هذا الذي نتكلم عليه يدل على ذلك، ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد، ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم. فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي لكنه سعي يسير. وربما حرم الإنسان رزقه أو بعضه بذنب يصيبه، كما في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقال عمر: بين العبد وبين رزقه حجاب، فإن قنع ورضيت نفسه أتاه رزقه، وإن اقتحم وهتك الحجاب لم يزد فوق رزقه. وقال بعض السلف: توكل تسق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف. قال سالم بن أبي الجعد: حدثت أن عيسى عليه السلام كان يقول: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم، وإياكم وفضول الدنيا، فإن فضول الدنيا عند الله رجز، هذه طير السماء تغدو وتروح ليس معها من أرزاقها شيء، لا تحرث ولا تحصد، الله يرزقها. فإن قلتم: إن بطوننا أعظم من بطون الطير، فهذه الوحوش من البقر والحمير وغيرها تغدو وتروح ليس معها من أرزاقها شيء، لا تحرث ولا تحصد، الله يرزقها، خرجه ابن أبي الدنيا. وخرج بإسناده عن ابن عباس قال: كان عابد يتعبد في غار، فكان غراب يأتيه كل يوم برغيف يجد فيه طعم كل شيء حتى مات ذلك العابد. وعن سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق
قال: أقام إلياس هاربا من قومه في جبل 20 ليلة، أو قال 40، تأتيه الغربان برزقه. وقال سفيان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال: ألا إن رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خربة فمكث 3 لا يصيب شيئا. فلما كان اليوم الرابع إذا هو بدوخلة من رطب، وكان له أخ أحسن نية منه، فدخل معه فصارتا دوخلتين، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت بينهما. ومن هذا الباب من قوي توكله على الله ووثوقه به فدخل المفاوز بغير زاد، فإنه يجوز لمن هذه صفته دون من لم يبلغ هذه المنزلة، وله في ذلك أسوة بإبراهيم الخليل عليه السلام، حيث ترك هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع، وترك عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، فلما تبعته هاجر وقالت له: إلى من تدعنا؟ قال لها: إلى الله. قالت: رضيت بالله. وهذا كان يفعله بأمر الله ووحيه، فقد يقذف الله في قلوب بعض أوليائه من الإلهام الحق ما يعلمون أنه حق ويثقون به. قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: أي شيء صدق التوكل على الله؟ قال: أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء، فإذا كان كذا كان الله يرزقه وكان متوكلا. قال: وذكرت لأبي عبد الله التوكل فأجازه لمن استعمل فيه الصدق. قال: وسألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته ويقول: أجلس وأصبر ولا أطلع على ذلك أحدا، وهو يقدر أن يحترف. قال: لو خرج فاحترف كان أحب إلي، وإذا جلس خفت أن يخرجه إلى أن يكون يتوقع أن يرسل إليه بشيء. قلت: فإذا كان يبعث إليه بشيء فلا يأخذ. قال: هذا جيد. وقلت لأبي عبد الله: إن رجلا بمكة قال: لا آكل شيئا حتى يطعموني، ودخل في جبل أبي قبيس، فجاء إليه رجلان وهو متزر بخرقة، فألقيا إليه قميصا وأخذا بيديه فألبساه القميص ووضعا بين يديه شيئا، فلم يأكل حتى وضعا مفتاحا من حديد في فيه، وجعلا يدسان في فمه، فضحك أبو عبد الله وجعل يعجب. وقلت لأبي عبد الله: إن رجلا ترك البيع والشراء وجعل على نفسه أن لا يقع في يده ذهب ولا فضة، وترك دوره لم يأمر فيها بشيء، وكان يمر في الطريق فإذا رأى شيئا مطروحا أخذه مما قد ألقي. قال المروذي: فقلت للرجل: ما لك حجة على هذا غير أبي معاوية الأسود؟ قال: بل أويس القرني، وكان يمر بالمزابل فيلتقط الرقاع. قال: فصدقه أبو عبد الله وقال: قد شدد على نفسه. ثم قال: قد جاءني البقلي ونحوه، فقلت لهم: لو تعرضتم للعمل تشهرون أنفسكم. قال: وأيش النبالي من الشهرة. وروى أحمد بن الحسين بن حسان عن أحمد أنه
سئل عن رجل يخرج إلى مكة بغير زاد قال إن كنت تطيق وإلا فلا إلا بزاد وراحلة لا تخاطر. قال أبو بكر الخلال يعني إن أطاق وعلم أنه يقوى على ذلك ولا يسأل ولا تستشرف نفسه لأن يأخذ أو يعطى فيقبل، فهو متوكل على الصدق، وقد أجاز العلماء التوكل على الصدق. قال وقد حج أبو عبد الله وكفاه في حجته 14 درهما. وسئل إسحاق بن راهويه هل للرجل أن يدخل المفازة بغير زاد؟ فقال إن كان الرجل مثل عبد الله بن منير فله أن يدخل المفازة بغير زاد، وإلا لم يكن له أن يدخل. ومتى كان الرجل ضعيفا وخشي على نفسه أن لا يصبر أو يتعرض للسؤال أو أن يقع في الشك والتسخط لم يجز له ترك الأسباب حينئذ، وأنكر عليه غاية الإنكار كما أنكر الإمام أحمد وغيره على من ترك الكسب وعلى من دخل المفازة بغير زاد، وخشي عليه التعرض للسؤال. وقد روي عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فيحجون فيأتون مكة فيسألون الناس، فأنزل الله هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذا قال مجاهد وعكرمة والنخعي وغير واحد من السلف، فلا يرخص في ترك السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية. وقد روي عن أحمد أنه سئل عن التوكل فقال قطع الاستشراف باليأس من الخلق، فسئل عن الحجة في ذلك فقال قول إبراهيم عليه السلام لما عرض له جبريل وهو يرمى في النار فقال له ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. وظاهر كلام أحمد أن الكسب أفضل بكل حال، فإنه سئل عمن يقعد ولا يكتسب ويقول توكلت على الله، فقال ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب. وروى الخلال بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قيل له لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه، قال إذا وثق بالله حتى يعلم منه أنه قد وثق به، لم يمنعه شيء أراده، لكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم. وقد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر نفسه وأبو بكر وعمر، ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله عز وجل. وقال الله عز وجل وابتغوا من فضل الله، ولا بد من طلب المعيشة. وقد روي عن بشر ما يشعر بخلاف هذا، فروى أبو نعيم في الحلية أن بشرا سئل عن التوكل فقال اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. فقال له السائل فسره لنا حتى نفقه. قال بشر اضطراب بلا سكون رجل يضطرب بجوارحه وقلبه ساكن إلى الله لا إلى عمله، وسكون بلا اضطراب فرجل ساكن إلى الله بلا حركة، وهذا عزيز وهو من صفات الأبدال. وبكل حال فمن لم يصل إلى هذه المقامات العالية فلا بد له من معاناة الأسباب، لا سيما من له عيال لا يصبرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وكان بشر يقول لو كان لي عيال لعملت واكتسبت. وكذلك من ضيع بتركه الأسباب حقا له
ولم يكن راضيا بفوات حقه فإن هذا عاجز مفرط. وفي مثل هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقولن لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. خرجه مسلم بمعناه من حديث أبي هريرة. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وخرج الترمذي من حديث أنس قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. وذكر عن يحيى القطان أنه قال: هو عندي حديث منكر. وخرجه الطبراني من حديث عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التوكل بعد الكيس، وهذا مرسل، ومعناه أن الإنسان يأخذ بالكيس والسعي في الأسباب المباحة ويتوكل على الله بعد سعيه، وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، بل قد يكون جمعهما أفضل. قال معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله عز وجل. قال الخلال: أخبرنا محمد بن أحمد بن منصور قال: سأل مازني بشر بن الحارث عن التوكل فقال: المتوكل لا يتوكل على الله ليكفى. ولو حلت هذه القصة في قلوب المتوكلة لضجوا إلى الله بالندم والتوبة، ولكن المتوكل يحل بقلبه الكفاية من الله تبارك وتعالى، فيصدق الله عز وجل فيما ضمن. ومعنى هذا الكلام أن المتوكل على الله حق التوكل لا يأتي بالتوكل، ويجعله سببا لحصول الكفاية له من الله بالرزق وغيره، فإنه لو فعل ذلك لكان كمن أتى بسائر الأسباب لاستجلاب الرزق والكفاية بها، وهذا نوع نقص في تحقيق التوكل. وإنما المتوكل حقيقة من يعلم أن الله قد ضمن لعبده رزقه وكفايته، فيصدق الله فيما ضمنه، ويثق بقلبه، ويحقق الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرزق، من غير أن يخرج التوكل مخرج الأسباب في استجلاب الرزق به. والرزق مقسوم لكل أحد من بر وفاجر ومؤمن وكافر، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا مع ضعف كثير من الدواب وعجزها عن السعي في طلب الرزق. قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فما دام العبد حيا فرزقه على الله، وقد ييسره الله له بكسب وبغير كسب. فمن توكل على الله لطلب الرزق فقد جعل التوكل سببا وكسبا، ومن توكل عليه لثقته بضمانه فقد توكل عليه ثقة به وتصديقا. وما أحسن قول مثنى الأنباري:
وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد، لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضين. واعلم أن ثمرة التوكل الرضا بالقضاء، فمن وكل أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل عليه. ولذلك كان الحسن والفضيل وغيرهما يفسرون التوكل على الله بالرضا. قال ابن أبي الدنيا: بلغني عن بعض الحكماء قال: التوكل على ثلاث درجات، أولها ترك الشكاية، والثانية الرضا، والثالثة المحبة. فترك الشكاية درجة الصبر، والرضا سكون القلب بما قسم الله له وهي أرفع من الأولى، والمحبة أن يكون حبه لما يصنع الله به، فالأولى للزاهدين، والثانية للصادقين، والثالثة للمرسلين، انتهى. فالمتوكل على الله إن صبر على ما يقدره الله له من الرزق أو غيره فهو صابر، وإن رضي بما يقدر له بعد وقوعه فهو الراضي، وإن لم يكن له اختيار بالكلية ولا رضا إلا فيما يقدر له فهو درجة المحبين العارفين، كما كان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القلب.
عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه، وقال الترمذي: حسن غريب. وكلهم خرجه من رواية عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر. وخرج ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث معاذ بن جبل قال: آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له: أي الأعمال خير وأقرب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وقد سبق في هذا الكتاب مفرقا ذكر كثير من فضائل الذكر، ونذكرها هنا فضل إدامته والإكثار منه. قد أمر الله سبحانه المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا، ومدح من ذكره كذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، قد سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وخرجه الإمام أحمد ولفظه سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذين يهترون في ذكر الله. وخرجه الترمذي وعنده قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: المستهترون في ذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم، فيأتون يوم القيامة خفافا. وروى موسى بن عبيدة عن أبي عبد الله القراض عن معاذ بن جبل قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسير بالدف من جمدان، إذ استنبه فقال: يا معاذ، أين السابقون؟ فقلت: قد مضوا. وتخلف ناس فقال: يا معاذ، إن السابقين الذين يستهترون بذكر الله عز وجل. خرجه جعفر الفريابي. ومن هذا السياق يظهر وجه ذكر السابقين في هذا الحديث، فإنه لما سبق الركب وتخلف بعضهم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن السابقين على الحقيقة هم الذين يديمون ذكر الله ويولعون به، فإن الاستهتار بالشيء هو الولوع به والشغف حتى لا يكاد يفارق ذكره. وهذا على رواية من رواه المستهترون، ورواه بعضهم فقال فيه: الذين اهتروا في ذكر الله. وفسر ابن قتيبة الهترة بالسقط في الكلام، كما في الحديث المستبان
شيطانان يتكاذبان ويتهاتران. قال: والمراد من هذا الحديث من عمر وخرف في ذكر الله وطاعته. قال: والمراد بالمفردين على هذه الرواية من انفرد بالعمر عن القرن الذي كان فيه. وأما على الرواية الأولى فالمراد بالمفردين المتخلين من الناس بذكر الله تعالى، كذا قال. ويحتمل وهو الأظهر أن المراد بالانفراد على الروايتين الانفراد بهذا العمل، وهو كثرة الذكر دون الانفراد الحسي، إما عن القرن أو عن المخالطة، والله أعلم. ومن هذا المعنى قول عمر بن عبد العزيز ليلة عرفة بعرفة عند قرب الإفاضة: ليس السابق اليوم من سبق بعيره، وإنما السابق من غفر له. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل. وخرج الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتسبيح والتهليل والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. وروى أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس مرفوعا: اذكروا الله ذكرا يقول المنافقون إنكم تراءون. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويتخضب دما لكان الذاكرون لله أفضل منه درجة. وخرج الإمام أحمد من حديث سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: أي الجهاد أعظم أجرا يا رسول الله؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. وقد خرجه ابن المبارك وابن أبي الدنيا من وجوه أخر مرسلة بمعنى. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقال أبو الدرداء: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. وقيل له: إن رجلا أعتق 100 نسمة، فقال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال معاذ: لئن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إلي من أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة إلى الليل. وقال ابن مسعود في قوله تعالى:
اتقوا الله حق تقاته. قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وخرجه الحاكم مرفوعا وصححه، والمشهور وقفه. وقال زيد بن أسلم: قال موسى عليه السلام: يا ربي قد أنعمت علي كثيرا، فدلني على أن أشكرك كثيرا. قال: اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقال الحسن: أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرا وأتقاهم قلبا. وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثني أبو المخارق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي برجل مغيب في نور العرش، فقلت: من هذا؟ ملك؟ قيل: لا. قلت: نبي؟ قيل: لا. قلت: من هو؟ قال: هذا رجل كان لسانه رطبا من ذكر الله، وقلبه معلق بالمساجد، ولم يستسب لوالديه قط. وقال ابن مسعود: قال موسى عليه السلام: رب أي الأعمال أحب إليك أن أعمل به؟ قال: تذكرني فلا تنساني. وقال أبو إسحاق عن ميثم: بلغني أن موسى عليه السلام قال: رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرا. وقال كعب: من أكثر ذكر الله بريء من النفاق. ورواه مؤمل عن حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. وخرج الطبراني بهذا الإسناد مرفوعا: من لم يكثر ذكر الله فقد برئ من الإيمان. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى وصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فمن أكثر ذكر الله فقد باينهم في أوصافهم. ولهذا ختمت سورة المنافقين بالأمر بذكر الله، وأن لا يلهي المؤمن عن ذلك ما الأمر بذكر الله، وأن لا يلهي المؤمن عن ذلك مال ولا ولد، وأن من ألهاه ذلك عن ذكر الله فهو من الخاسرين. قال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه: علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت ذكره. قال فتح الموصلي: المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. قال ذنون: من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. قال إبراهيم بن الجنيد: كان يقال: من علامة المحب لله دوام الذكر بالقلب واللسان. وقلما ولع المرء بذكر الله عز وجل إلا أفاد منه حب الله. وكان بعض السلف يقول في مناجاته: إذا سئم البطالون من بطالتهم فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. قال أبو جعفر المحولي: ولي الله المحب لله لا يخلو قلبه من ذكر ربه ولا يسأم من خدمته. وقد ذكرنا قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والمعنى في حال قيامه ومشيه وقعوده واضطجاعه، وسواء كان على طهارة أو على حدث. وقال مسعر: كانت دواب البحر في البحر تسكن، ويوسف عليه السلام في السجن لا يسكن عن ذكر الله عز وجل. وكان لأبي هريرة خيط فيه 1000 عقدة، فلا ينام حتى يسبح به.
وكان خالد بن معدان يسبح كل يوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن، فلما مات وضع على سريره ليغسل، فجعل يشير بإصبعه يحركها بالتسبيح. وقيل لعمير بن هانئ: ما نرى لسانك يفتر، فكم تسبح كل يوم؟ قال: 100,000 تسبيحة إلا أن تخطئ الأصابع، يعني أنه يعد ذلك بأصابعه. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كانت عندنا امرأة بمكة تسبح كل يوم 12,000 تسبيحة فماتت، فلما بلغت القبر اختلست من بين أيدي الرجال. كان الحسن البصري كثيرا ما يقول إذا لم يحدث ولم يكن له شغل: سبحان الله العظيم. فذكر ذلك لبعض فقهاء مكة فقال: إن صاحبكم لفقيه، ما قالها أحد 7 مرات إلا بني له بيت في الجنة. وكان عامة كلام ابن سيرين: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. كان المغيرة بن حكيم الصنعاني إذا هدأت العيون نزل إلى البحر وقام في الماء يذكر الله مع دواب البحر. نام بعضهم عند إبراهيم بن أدهم قال: فكنت كلما استيقظت من الليل وجدته يذكر الله فأغتم، ثم أعزي نفسي بهذه الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المحب اسم محبوبه لا يغيب عن قلبه، فلو كلف أن ينسى تذكره لما قدر، ولو كلف أن يكف عن ذكره بلسانه لما صبر. كيف ينسى المحب ذكر حبيب اسمه في فؤاده مكتوب. كان بلال كلما عذبه المشركون في الرمضاء على التوحيد يقول: أحد أحد، فإذا قالوا له: قل اللات والعزى، قال: لا أحسنه. يراد من القلب نسيانكم، وتأبى الطباع على الناقل. كلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة، حتى كان بعضهم يجري على لسانه في منامه: الله الله. ولهذا يلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس، وتصير لا إله إلا الله لهم كالماء البارد لأهل الدنيا. كان الثوري ينشد: لا لأني أنساك أكثر ذكراك، ولكن بذاك يجري لساني. إذا سمع المحب ذكر اسم حبيبه من غيره زاد طربه وتضاعف قلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ففاضت عيناه. سمع الشبلي قائلا يقول: يا الله يا جواد، فاضطرب. وداع دعا إذ نحن بالخيف من منا، فهيج أشجان الفؤاد وما يدري. دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. النبض ينزعج عند ذكر المحبوب. إذا ذكر المحبوب عند حبيبه ترنح نشوان وحن طروب. ذكر المحبين على خلاف ذكر الغافلين،
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال أبو الجلد: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك، وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك. وصف علي يوما الصحابة فقال: كانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في اليوم الشديد الريح، وجرت دموعهم على ثيابهم. قال زهير البابي: إن لله عبادا ذكروه فخرجت نفوسهم إعظاما واشتياقا، وقوم ذكروه فوجلت قلوبهم فرقا وهيبة، فلو حرقوا بالنار لم يجدوا مس النار، وآخرون ذكروه في الشتاء وبرده فارفضوا عرقا من خوفه، وقوم ذكروه فحالت ألوانهم غبرا، وقوم ذكروه فجفت أعينهم سعرا. صلى أبو يزيد الظهر فلما أراد أن يكبر لم يقدر إجلالا لاسم الله، وارتعدت فرائصه حتى سمعت قعقعة عظامه. كان أبو حفص النيسابوري إذا ذكر الله تغيرت عليه حاله حتى يرى ذلك جميع من عنده، وكان يقول: ما أظن محقا يذكر الله عن غير غفلة ثم يبقى حيا إلا الأنبياء، فإنهم أيدوا بقوة النبوة وخواص الأولياء بقوة ولايتهم. إذا سمعت باسم الحبيب تقعقعت مفاصلها من هول ما تتذكر. وقف أبو يزيد ليلة إلى الصباح يجتهد أن يقول لا إله إلا الله فما قدر إجلالا وهيبة، فلما كان عند الصباح نزل فبال الدم. وما ذكرتكم إلا نسيتكم نسيان إجلالي لا نسيان إهمالي، إذا تذكرت من أنتم وكيف أنا أجللت مثلكم يخطر على بالي. الذكر لذة قلوب العارفين. قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. وفي بعض الكتب السالفة يقول الله عز وجل: معشر الصديقين بي فافرحوا وبذكري فتنعموا. وفي أثر آخر سبق ذكره: وينيبون إلى الذكر كما تنيب النسور إلى وكورها. وعن ابن عمر قال: أخبرني أهل الكتاب أن هذه الأمة تحب الذكر كما تحب الحمامة وكرها، ولهم أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها يوم ظمئها. قلوب المحبين لا تطمئن إلا بذكره، وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا برؤيته. قال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. أبدا نفوس الطالبين إلى طلولكم تحن،
وكذا القلوب بذكركم بعد المخافة تطمئن، جنت بحبكم ومن يهوى الحبيب ولا يجن، بحياتكم يا سادتي جودوا بوصلكم ومنوا. قد سبق حديث اذكروا الله حتى يقولوا مجنون، ولبعضهم لقد أكثرت من ذكراك حتى قيل وسواس. كان أبو مسلم الخولاني كثير الذكر، فرآه بعض الناس فأنكر حاله، فقال لأصحابه أمجنون صاحبكم؟ فسمعه أبو مسلم فقال لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون. وحرمة الود مالي منكم عوض، وليس لي في سواكم سادتي غرض، وقد شرطت على قوم صحبتهم بأن قلبي لكم من دونهم فرضوا، ومن حديثي بكم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. المحبون يستوحشون من كل شاغل يشغل عن الذكر، فلا شيء أحب إليهم من الخلوة بحبيبهم. قال عيسى عليه السلام يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا كيف نكلم الله كثيرا؟ قال أخلوا بمناجاته، أخلوا بدعائه. وكان بعض السلف يصلي كل يوم 1000 ركعة حتى أقعد من رجليه، فكان يصلي جالسا 1000 ركعة، فإذا صلى العصر احتبى واستقبل الكعبة ويقول عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. وكان بعضهم يصوم الدهر، فإذا كان وقت الفطور قال أحس نفسي تخرج لاشتغالي عن الذكر بالأكل. قيل لمحمد بن النضر أما تستوحش وحدك؟ قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. كتمت اسم الحبيب من العباد، ورددت الصبابة في فؤادي، فوا شوقا إلى بلد خلي لعلي باسم من أهوى أنادي. فإذا قوي حال المحب ومعرفته لم يشغله عن الذكر بالقلب واللسان شاغل، فهو بين الخلق بجسمه وقلبه معلق بالمحل الأعلى، كما قال علي رضي الله عنه في وصفهم صاحب الدنيا بأجساد أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. وفي هذا المعنى قيل جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. وقال غيره ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. وهذه كانت حالة الرسل والصديقين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وفي الترمذي مرفوعا يقول الله عز وجل إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة. وقال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني
الصلاة في حال الخوف، ولهذا قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وقال تعالى في ذكر صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالجمع بين الابتغاء من فضله وكثرة ذكره، ولهذا ورد فضل الذكر في الأسواق ومواطن الغفلة كما في المسند والترمذي وسنن ابن ماجه عن عمر مرفوعا: من دخل سوقا يصاح فيها ويباع فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. وفي حديث آخر: ذاكروا الله في الغافلين كمثل المقاتل عن الفارين، وذاكروا الله في الغافلين كمثل شجرة خضراء في وسط شجر يابس. قال أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود: ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في صلاة، وإن كان في السوق وإن حرك به شفتيه فهو أفضل. وكان بعض السلف يقصد السوق ليذكر الله فيها بين أهل الغفلة. والتقى رجلان منهم في السوق، فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتى نذكر الله في غفلة الناس. فخلوا في موضع فذكرا الله ثم تفرقا، ثم مات أحدهما فلقيه الآخر في منامه فقال له: أشعرت أن الله غفر لنا عشية التقينا في السوق؟ فصل في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة. معلوم أن الله عز وجل فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة 5 مرات بإقامة الصلوات 5 في مواقيتها المؤقتة، وشرع لهم مع هذه الفرائض 5 أن يذكروه ذكرا يكون لهم نافلة، والنافلة الزيادة، فيكون ذلك زيادة على الصلوات 5، وهو نوعان: أحدهما ما هو من جنس الصلاة، فشرع لهم أن يصلوا مع الصلوات 5 قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها سننا، فتكون زيادة على الفريضة، فإن كان في الفريضة نقص جبر نقصها بهذه النوافل، وإلا كانت النوافل زيادة على الفرائض. وأطول ما يتخلل بين مواقيت الصلاة مما ليس فيه صلاة مفروضة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فشرع كل واحدة من هاتين الصلاتين صلاة تكون نافلة لئلا يطول وقت الغفلة عن الذكر، فشرع ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة الوتر وقيام الليل، وشرع ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الضحى. وبعض هذه الصلوات آكد من بعض، فآكدها الوتر، ولذلك اختلف العلماء في وجوبه ثم قيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه حضرا وسفرا، ثم صلاة الضحى، وقد اختلف الناس فيها وفي استحباب المداومة عليها وفي الترغيب فيها أحاديث صحيحة. وورد الترغيب أيضا في الصلاة عقيب زوال الشمس. وأما الذكر باللسان فمشروع في جميع الأوقات ويتأكد في بعضها، فمما يتأكد فيه الذكر عقيب الصلوات المفروضات، وأن يذكر الله عقيب كل صلاة منها 100 مرة
ما بين تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. ويستحب أيضا الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدهما، وهما الفجر والعصر، فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذان الوقتان، أعني وقت الفجر ووقت العصر، هما أفضل أوقات النهار للذكر، ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من القرآن كقوله: وسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، وقوله: وسبح بالعشي والإبكار، وقوله: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، وقوله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقوله: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وقوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وأفضل ما فعل في هذين الوقتين من الذكر صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات، وقد قيل في كل منهما إنها الصلاة الوسطى، وهما البردان اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة، ويليهما من أوقات الذكر الليل، ولهذا يذكر بعد ذكر هذين الوقتين في القرآن تسبيح الليل وصلاته. والذكر المطلق يدخل فيه الصلاة وتلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه والعلم النافع، كما يدخل فيه التسبيح والتكبير والتهليل. ومن أصحابنا من رجح التلاوة على التسبيح ونحوه بعد الفجر والعصر، وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال: كان هديهم ذكر الله، فإن قرأ فحسن، وظاهر هذا أن الذكر في هذا الوقت أفضل من التلاوة، وكذا قال إسحاق في التسبيح عقيب المكتوبات 100 مرة، إنه أفضل من التلاوة حينئذ، والأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء كثيرة جدا. ويستحب أيضا إحياء ما بين العشاءين للصلاة والذكر، وقد تقدم حديث أنس أنه نزل في ذلك قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره، حتى يفعل هذه الصلاة في أفضل وقتها وهو آخره، ويشتغل منتظر هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول من الليل بالصلاة أو بالذكر وانتظار الصلاة في المسجد، ثم إذا صلى العشاء وصلى بعدها ما يتبعها من سننها الراتبة، أو أوتر بعد ذلك إن كان يريد أن يوتر قبل النوم. فإذا آوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم، فإنه يستحب له أن لا ينام إلا على طهارة وذكر، فيسبح ويحمد ويكبر تمام 100، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا أن يفعلاه عند منامهما، ويأتي بما قدر عليه من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، وهي أنواع متعددة من تلاوة القرآن وذكر الله، ثم ينام على ذلك. فإذا استيقظ من الليل وتقلب على فراشه فليذكر الله كلما تقلب،
وفي صحيح البخاري عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: رب اغفر لي، أو قال ثم دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. وفي الترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وخرجه أبو داود بمعناه من حديث معاذ، وخرجه النسائي من حديث عمرو بن عبسة، وللإمام أحمد من حديث عمرو بن عبسة في هذا الحديث، وكان أول ما يقول إذا استيقظ: سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي، إلا انسلخ من خطاياه كما تنسلخ الحية من جلدها. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من منامه يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ثم إذا قام إلى الوضوء والتهجد أتى بذلك كله على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم تهجده بالاستغفار في السحر كما مدح الله المستغفرين بالأسحار، وإذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر، ويشتغل بعد صلاة الفجر بالذكر المأثور إلى أن تطلع الشمس على ما تقدم ذكره. فمن كان حاله على ما ذكرنا لم يزل لسانه رطبا بذكر الله، فيستصحب الذكر في يقظته حتى ينام عليه، ثم يبدأ به عند استيقاظه، وذلك من دلائل صدق المحبة كما قال بعضهم: وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت وقت هبوبي. وأول ما يفعله الإنسان في آناء الليل والنهار من مصالح دينه ودنياه، فعامة ذلك يشرع ذكر اسم الله عليه، فيشرع له ذكر اسم الله وحمده على أكله وشربه ولباسه وجماعه لأهله ودخوله منزله وخروجه منه ودخوله الخلاء وخروجه منه وركوبه دابته، ويسمي على ما يذبحه من نسك وغيره، ويشرع له حمد الله تعالى على عطاسه، وعند رؤية أهل البلاء في الدين أو الدنيا، وعند التقاء الإخوان وسؤال بعضهم بعضا عن حاله، وعند تجدد ما يحبه الإنسان من النعم واندفاع ما يكرهه من النقم. وأكمل من ذلك أن يحمد الله على السراء والضراء والشدة والرخاء، ويحمده على كل حال. ويشرع له دعاء الله تعالى عند دخول السوق، وعند سماع أصوات الديكة بالليل، وعند سماع الرعد، وعند نزول المطر، وعند اشتداد هبوب الرياح، وعند رؤية الأهلة، وعند رؤية باكورة الثمار. ويشرع أيضا ذكر الله ودعاؤه عند نزول الكرب وحدوث المصائب الدنيوية، وعند الخروج للسفر، وعند نزول المنازل في السفر، وعند الرجوع من السفر. ويشرع التعوذ بالله عند الغضب، وعند رؤية ما يكره في منامه، وعند سماع أصوات الكلاب والحمير بالليل. وتشرع استخارة الله عند العزم على ما لا يظهر الخيرة فيه. وتجب التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فمن حافظ على ذلك لم يزل لسانه رطبا
بذكر الله في كل أحواله. فصل. قد ذكرنا في أول الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الذكر ويختاره على غيره من الذكر، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وخرجه النسائي ولفظه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى، أو قال: حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وخرج الترمذي من حديث صفية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح الله بها، فقلت: لقد سبحت بهذه، فقال: ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقلت: علمني، فقال: قولي سبحان الله عدد خلقه. وخرج النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول: الحمد لله مثل ذلك. وخرج البزار نحوه من حديث أبي الدرداء. وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، كم تذكر ربك كل يوم؟ تذكره كل يوم 10,000 مرة؟ قال: كل ذلك أفعل. قال: أفلا أدلك على كلمات هن أهون عليك من 10,000 و10,000 أن تقول: لا إله إلا الله عدد ما أحصاه، لا إله إلا الله عدد كلماته،
لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زينة عرشه، لا إله إلا الله ملء سماواته، لا إله إلا الله ملء أرضه، لا إله إلا الله مثل ذلك معه، والله أكبر مثل ذلك معه، والحمد لله مثل ذلك معه. وبإسناده أن ابن مسعود ذكر له امرأة تسبح بخيوط معقدة، فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك منه؟ سبحان الله ملء البر والبحر، سبحان الله ملء السماوات والأرض، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه، فإذا أنت قد ملأت البر والبحر والسماء والأرض. وبإسناده عن المعتمر بن سليمان التيمي قال: كان أبي يحدث 5 أحاديث ثم يقول: أمهلوا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه، ومثل ذلك وأضعاف ذلك، وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ رضاه حتى يرضى وإذا رضي، وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مضى، وعدد ما هم ذاكروه فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات، وتنسم وتنفس من أبد إلى الأبد، أبد الدنيا والآخرة، أمد من ذلك لا ينقطع أولاه ولا ينفد أخراه. وبإسناده عن المعتمر بن سليمان قال: رأيت عبد الملك بن خالد بعد موته فقلت: ما صنعت؟ قال: خيرا. فقلت: ترجو للخاطئ شيئا؟ قال: يلتمس علم تسبيحات أبي المعتمر نعم الشيء. قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين، حدثني بعض البصريين أن يونس بن عبيد رأى رجلا فيما يرى النائم كان قد أصيب ببلاد الروم، فقال: ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمال؟ قال: رأيت تسبيحات أبي المعتمر من الله بمكان. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من الدعاء جوامعه، ففي سنن أبي داود عند عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وخرج الفريابي وغيره من حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، عليك بجوامع الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا. وخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم، وليس عندهم ذكر جوامع الدعاء. وعند الحاكم: عليك بالكوامل، وذكره. وخرجه أبو بكر الأثرم وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم وفواتحه؟
وذكر هذا الدعاء. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقولون: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخرجه الطبراني وغيره من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء له طويل: اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. وفي المسند أن سعد بن أبي وقاص سمع ابنا له يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحوا من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا، وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وإنا بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. وفي المسند عن ابن مسعود قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه، أو جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، وإنا كنا لا ندري ما نقول في صلاتنا حتى علمنا، فقال: قولوا التحيات لله، فذكره إلى آخر.